من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي هو بمثابة حصد لثمار التعاون بين الجانبين وتوقيعهم اتفاقية ترفيه العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية. وخلال كلمتها أضافت فوندرلاين أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية تأتي في ظل علاقات وثيقة بين الجانبين. Only 100 days لم يمض سوى 100 يوم منذ افتتحنا عصرا جديدا من الصداقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واليوم نحن نحصد الثمار. فقامت الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا جزيلا على كرم الضيافة الرائع. في مارس الماضي رحبت بفخامتك بي وبخمسة قادة أوروبيين آخرين هنا في هذه المدينة التاريخية رائعة الجمال، حيث وقعنا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية. بالطبع ذلك يبني على العلاقات الوطيدة والوثيقة بين شعوبنا، وأيضا تبني على عقود من الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. أوروبا بالفعل هي أكبر شريك في التجارة والاستثمار مع مصر، ولها حصة تبلغ 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبالاتفاقية الجديدة قررنا أن نصل إلى مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية بيننا.